هي ديال البلاصه اللي نجيو ليها راه هي مارشي اوبيس سميتها. المهم اخوتي دابا غادي ندخلوا غادي تشوف معايا كيفاش دايره من الداخل. هاد المساحه كامله شاداها، شوفوا قد شمال الراس حتى لهنايا راه السميه في مكتوبه راه هي مارشي اوبيس. خوتي خواتاتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه ديالكم فيصل صبري مغربي في كندا. عارف راسي باللي وليت كنغبر عليكم ولكن خاصكم تعذروني، في هذا رمضان ما كاينش الوقت، ولكن رمضان ما بقى ليه والو، ديك الساعه ما كاين غير الجديد الجديد الجديد. المهم اخوتي مرحبا بكم معايا في هذا الفلوق هذا اللي غتشوف فيه معايا لواحد البلاصه اللي غتحسسكم كانكم في المغرب. بالنسبه للمهاجرين جداد بيان سور، اي مهاجر ولا اي واحد كيتغرب الا وكيتوحش البلاد، كيتوحش الاجواء ديال البلاد، كيبغي يمشي شي بلاصه اللي كيحس براسو بحال انه في البلاد ديالو، لحقاش الغربه صعيبه واي واحد فينا كيتوحش الاجواء ديال البلاد. المهم اخوتي في هذا الفلوق هذا غتشوفوا معايا كاملين واحد البلاصه اللي هي زوينه بزاف. هاد البلاصه هذه تحسك بحال انك في الفنادق. هاد البلاصه هذه فيها بزاف ديال لي بوتيك ديال الملابس، لي بوتيك ديال الالكترونيك، المهم اي حاجه طاحت على بالك غادي تلقاها تما. والغريب وزوين في ديك البلاصه انك ممكن اي بلاصه مشيتي ليها ولا اي ارتيكل ولا اي برودوي عجبك ممكن تنيغوسا مع مولاه، يعني تنيغوسي معاه على الثمن، ممكن تشاطر معاه، ممكن مثلا يقول لك شي ثمن يعني تهبط ليه الثمن بحال ما هكا، ماشي بحال المكازات الاخرين اللي هنا في كندا يعني تيكون بري فيكس، مثلا البري اللي كاين في البرودوي راه هو اللي كتاخذ، ما كاينش الشطاره ما كاين حتى شي حاجه. ولكن هاد البلاصه هادي راكم عارفين حنا المغاربه شطيريه، عزيز علينا الشطاره، عزيز علينا نتشاطروا كيف ما تنقولوا. المهم هاد البلاصه هادي غتمشيو ليها وغادي نقول لكم شنو السميه ديالها، وفيها بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين وبثمن رخيص بزاف بحال انك تتقدى من المغرب. المهم اخوتي بلا ما نحرقوا المراحل خليكم معايا حتى نمشيو تما، وديك الساعه غادي تشوفوا كل شيء بعويناتكم. يلا اخوتي تهلاو. اخوتي حنا دخلنا دابا، واش كاين اخوتي الفنادق ولا ماشي الفنادق؟ المهم اي حاجه غادي تلقاوها هنايا، زعما العالم الرياضي موجود في هذا المكان هذا في هذا البلايص، وحتى من الملابس كتلقاهم بواحد الثمن اللي هو رخيص بزاف، والثمن اللي تيكون مكتوب مثلا في اي برودوي ولا اي حاجه يعني ممكن كتمشي كتشطر مع مولاه، يعني كتنيغوسي معاه على حسب الثمن. هما كاين صحاب لي بيجو، صحاب النقره، صحاب كلشي. المهم نديرو واحد الدوره تشوفوا معايا كيفاش كاين الاجواء هنايا. لي بوتيك بحال لي بوتيك بحال الشكل ديال المغرب، يعني كتلقى لي بوتيك بحال مكب زايد بحال الشكل تماما ديال المغرب. يلا يلا يا الصديق، ها شوف هذا المحل ديال تبيع الملابس ديال السبور، لي كاسكيط، كلشي هنا. الا بغيتي مثلا تقرميله ولا شي حاجه كبيره هاد الباسين، بحال قلت لكم بحال الناس اللي هما ديجا مشاو للكاستيوخو الفنادق راه غيعرفوني علاش كنهضر. يونس حتى في الرباط كاينه شي بلاصه بحال موكيك اللي كيبيعوا فيها الحوايج وداك الشيء، شو سميتها؟ كاينه السويقه عاوتاني، وي الكزا بحال السويقه، وي بحال الكزا. ها انتم كيف ما كتشوفوا اخوتي، وكتلقى ثمينه رخيصه هنايا، ها هو مول النظارات هنايا، بحال شي قيصريه غير هنا قلت لهم، كتحس بحال انك في المغرب، ممكن تاخذ شي برودوي وتشطر مع مولاه. المهم الناس اللي هما يلاه غيجيو جديد هنايا، يعني يدخلوا غير لجوجل ماب يديروا مارشي اوبيس راه كيعطيهم لادريس فين جا بالضبط مارشي اوبيس، وديك الساعة يجيو لهنايا واي حاجة بغاو راه كياخذوها بواحد الثمن اللي هو رخيص بزاف. يعني بالنسبة لواحد بالنسبة
بالنسبه لي زاريفون جداد الناس اللي هما يلاه جاوا جداد تكون صعيب عليهم باش يمشيو للمحلات. يعني محلات مثلا في اللي بحال الغالري دونجو اللي تكون في لي مول داكشي تكون في ملابس غاليين بزاف. هنايا لا هنايا كتجي يعني كتاخد راحتك في اي حاجه بغيتيها كتاخد راحتك. ممكن تشطر مثلا غير سروال مثلا يقول لك 20 دولار تقول لي انت مثلا غير 15 دولار ولا تحيد له واحد 5 دولار ولا شوف شحال. ماشي بحال المجازات الاخرى مثلا كتكتب لك مثلا في السروال 34 دولار ولا 50 دولار على 50 دولار ولا 34 دولار هي اللي غادي تخلص. حاجه اخرى زوينه هنايا انه ما كاينش لي طاكس ما كتخلصش لي طاكس نهائيا. هانتوما كتشوفوا شحال كبير اي حاجه البلايص هنا في كاين الملابس ديال الاطفال كلشي اي حاجه طاحت على بالك. هنا كاين محل ديال الالكترونيك. انا بحال قلتي عشان بحال قلتي في درب غلف بحال قلتي درب غلف عشان في كازا. هنا كاين الشوانط اللي بغا الشوانات ولا هنا لي سبادغي وكتلقى حتى هنا خدامين. شكون اللي خدامين؟ كتلقى مغاربه كتلقى اللبنانيين كتلقى الجزائريين يعني عندهم لي بوتيك هنايا. واي واحد مثلا جا من البلاد وكان خدام يعني كيبيع ويشري يعني خدام في التجاره في البيع والشراء راه ممكن يجي لهنا كيكري محل تيكري محل بحال ما هكا وكيتقدس السلعه شوف من غيجيبها وديك الساعه وكيبدا يبيع ويشري وكلشي هنايا بخير. يعني كلشي كيبيع ويشري وديما الدنيا عامره مع العلم انه دابا شوفوا شحال الساعه تقريبا 3 اليوم الحد والحد كزدو مع الخمسه. يعني انسان الا جيتي بكري شويه راه كتلقى الدنيا هانتوما لي زورديناتور قدام اللي بغا شي واحد القديم وداك الشيء كلشي متوفر هنايا. المهم انا كنضرب بكم واحد الجوله ديك الساعه وغادي تاخذوا واحد النظره انتم الالعاب يعني هنايا العاب هادشي كبر اوكازيون. ها لي كاسكيت هنا كتاخذ لي كاسكيت وكاينه واحد لا ماشين يعني كطرص فيها كطبع فيها بغيتي دير فيها سميه ديالك ولا شي لوغو ولا اي حاجه كيصايبها لك داكشي بالورديناتور. ها هما صحاب لي بيجو عاوتاني. ممكن كاع في شي محل طيحت قدام عنده الحوايج تقدر تلقاه مغربي يعني ولد البلاد. والله القاسم اخوتي دائما فيما كنجي هنايا كنحس براسي انني في المغرب بحال في السويقه ديال الرباط الكزا بحال في درب غلاف بحال في كاسيوخو. وتيكونوا الصراحه ملابس زوينين خاص واحد غير يقلب وغيلقى. ها لي بيجو الخواتم وهنايا مثلا كتلقى مثلا لي بيجو مثلا النقره اللي بغا النقره ولا دابا تلقاها بثمن رخص الا مشيتي لشي مول ولا شي بلاصه اخرى من غير هذا المكان هذا. حيت فيه الامتياز انه ما كتخلصش لي طاكس وامتياز انك كتنيغوسي يعني اي حاجه بغيتيها كتنيغوسي مع مولاها. راه مدينه اخوتي راه تعيامت يعني تعيامت الدور كامل مستحيل انك تكملوا في ساعه ديال المقاله ولا في نص نهار راه كبير بزاف في بزاف ديال لي سيكسيون. ها انتم بحال الاخر ديال لي بيجو يعني كاين بزاف المحلات ديال لي بيجو كاين بزاف المحلات ديال الكترونيك. ها انتم اللي بغى لي كاركاس ديال التليفونات اللي بغى تبي خيره ها هي اللي كتطلع واحد اللعيبه زوينه فيها واحد الريحه اللي زوينه الناس كيديروها في الديور ديالهم السيكان عاوتاني. المهم اخوتي هاد البلاصه هادي حبيت نبارطاجيها معكم لحقاش بزاف ديال الناس اللي كيجيو بصراحه للبلاد ديال الجداد تكونوا ضايخين ما تكونوش عارفين من غيشريو ملابس اثمنه مزيانه. سبق لي وبارطاجيت معكم لي بوتيك اللي هما معروفين في كندا تيكونوا فيهم ماركات عالميه بثمن رخيص. ديجا درت واحد الفلوغ عليهم ولكن دابا فهاد الفلوغ هذا بارطاجيت معكم هاد المكان اللي هو بحال كتحس براسك انك في المغرب توحشي البلاد توحشي الاجواء ديال التقضيه في البلاد فاش كتبغي دير شوبينغ في البلاد. اجي المارشي اوبيس
راه ان فوا اي واحد هنايا في مونريال غيطابي مارشي اوبيس راه يطلع له غيطلع له لادريس شحال من البيوت غيشد على حسب البلاصه اللي هو ساكن فيها. وديك الساعه غيجي غيتقدم لهنايا وهنا يكون اكيد انك تقدم لابس بثمن رخيص وغادي تقتصد وغادي توفر بزاف ديال الفلوس. لحقاش فاش كتجي للغربه يعني كتكون محتاج للفلوس بزاف لحقاش المعيشه هنايا ماشي سهله. هنايا الكرا غالي المعيشه شويه غاليه لهذا انه الانسان حتى الملابس اللي بغى ياخذهم يحاول يشوف البلايص اللي هما فيهم ملابس يعني بثمن زوين وكاليتي زوينه ويلقى حتى راحته. يعني بحال تشوف بحال الاجواء هذه كتلاقى مع بزاف ديال المغاربه كتلاقى يعني شي حاجه اللي هي زوينه. المهم خوتي نتمنى اني نكون كونت لكم واحد الصوره ولا واحد الفكره على هذا المكان هذا. المهم اخوتي حتى لهنا غادي نقطع لا فيديو ولكن خليكم معايا نقدر الى خرجت برا بانت لي شي بلاصه زوينه ولا اي حاجه غادي نعاود نرجع معكم وغنبارطاجي معكم اي جديد. يلا اخوتي خليكم معايا وما تمشيو فين حتى نتلاقى بكم ونتواعد معكم. يلا اخوتي تهلاو. المهم اخوتي واحد الكافي هنايا كافي ريستورون كاين لداخل هنا في السونتر بالنسبه للناس اللي جاوا من الجهه ولا شي حاجه. ولكن حنا بما اننا مسلمين صايمين يعني حتى لو رمضان ديك الساعه الا كنا بغينا شي حاجه عاد نجيو ناكلو. غنشوف كيف ما كتشوفوا ريستورون كبيره هنا كاين اللي كيشي اللي بغى يتشري الفلوس ولا شي حاجه. وهذا كاين رسام هو كيرسم في الناس يعني كتجلس كيرسمك ديك الساعه. ها انتم شوفوا المساحه قداش هاو كيصايب لي كاليكاتور راه واعطيك لي شونتيي تما. شوفوا ريستورون قداش كاين هاد الكراسي هادو اخوتي هنا كيديروا المساج كتميزي الفلوس وكيدير لك المساج راهو في كاين ديك الكرسي تما. المهم الدنيا زوينه هنايا هنايا كاين هذا محل ديال الاستيتيك وداك الشيء هو كيرسم في ديك البنت. اوتوريزاسيون واخا دابا ناخذ اوتوريزاسيون. كيرسم واعر اصاحبي كيرسم لي كاليكاتور هذاك اللي شفتو اخوتي كيرسم لي كاليكاتير مثلا كيرسمك نتايا نتايا يعني هنا كاين لي لافيوز سيشوز الا بغيتي تاخذ. ها انت يونس الا بغيتي تقدا شي لافيوز سيشوز يعني اي بلاصه مشيتي ليها يعني ما كتمشيش كتقول الا مشيت شي بلاصه يقدر يجيني الجوع يقدر يجيني عطش ما نلقاش فين ناكل ولا فين. يعني اي بلاصه مشيتي لها الا كتلقى موفرين لك كلشي كاين لي طواليت كاين البلايص فين تاكل كاين لي كافي اي حاجه طاحت على بالك كتلقاها. السي كان هنايا كما كتشوفوا هنا كاين لي برودوي ديال ديال الماكياج لي بارفان شو محل قداش حتى داكشي ديال الديكوراسيون كتلقاهم هنايا موجودين. الناس اللي كيصلحوا لي بيجو حتى هما كاينين. المهم اخوتي خليكم معايا حتى نرجع معكم. غريبه وعجيبه اخوتي ميكانيسيان وسط القيصريه. هذا ميكانيك سبحان الله ميكانيسيان ما عرف كي داروا ليها هو كيصايب الدجاج في ميل الطوموبيل. هنا ميكانيسيان وسط القيصريه الباب ديالو راه هو داك اللي مليه داك الباب الصفر من تما كيدخل الطوموبيل. يعني ميكانيسيان جا وسط القيصريه العجب والله حتى العجب. يلا اخوتي تتبان لنا شي حاجه جديده عاوتاني وانا معكم ما تمشيو فين. يلا اخوتي حتى نتلاقاو. واش اخوتي المهم اخوتي من هاد البلاصه الواعره من هاد الغابه هادي غادي نختموا لا فيديو ديالنا
المهم اخوتي، بالنسبه للناس اللي هم اول مره كيشوفوا هاد الفاكوره هذه ولا هاد الفيزاج هذا، يحاولوا يهبطوا ويبركوا على السبسكرايب وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وما بقى لي الا نقول لكم في هاد الاواخر ولا في هاد العشر الاواخر من رمضان، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والله يثبتنا على طاعه الله سبحانه وتعالى. وما اخوتي نخليكم مع هاد المناظر اللي هي رائعه، وكيف ما كتشوفوا واحد القضيه انني بغيت نقول لكم يعني نوصل لكم كيفاش كاين الامان في هاد البلاد هادي. ها انا غادي دابا بوحدي في هاد الغابه هادي، هاز الكاميرا ديالي وكل شيء، وما كاينش زعما اللي يوقف عليك ولا تخاف من شي حد زعما يجريسيك ولا حتى شي حاجه. هما الناس كما كتشوفوا كيدوزوا، هما كيديروا السبور. وهاد البلاد عاوتاني قضيه اخرى غادي تعجبكم فيها يعني الرياضه، هاد البلاد هادي ديال السبور. ما يمكنش تجي لهاد البلاد هادي وما تعشقش السبور. ها نتوما يعني بلايص اللي فيهم الهواء النقي، البلايص اللي ممكن دير فيهم السبور وتستنشق واحد الهواء اللي هو زوين بزاف، فيها بزاف ديال البلايص اللي هما زوينين بحال ما هكا. ومن هادشي كامل كاين لا سيكوريزي، يعني ما كاينش ما عندك مناش تخاف. بحال مثلا فاش كتكون في البلاد ما تقدرش تمشي في شي غابه مهجوره بحال ما هكا بوحدك ولا شي حاجه يعني، وتكون هاز واحد الكاميرا اللي ساويه الثمن. تقدر تقول يعني في اي لحظه ولا في اي وقت يوقفوا عليا شي وحدين يجريسيوني، ويعني والحميه كتغلب السبع. يعني الا وقفوا عليك شي وحدين بغاو يجلسوك راه ما عندك ما دير الا كتسلم راسك وتعطيهم كاع داك الشيء اللي عندك. المهم اخوتي الا عجبكم هذا الفلوق هذا، ما تنساوش انكم تفاعلوا في لي كومونتير، ديروا لايك للفيديو الا عجبكم، تبارطاجيو مع اصحابكم مع لا فامي ديالكم مع اي حد تعرفوه يعني مهتم بالهجره لكندا. حاولوا تبارطاجيو مع هذا الفيديو هذا باش يستافد ويشوف كيفاش عامله الحياه هنايا في كندا بصفه عامه. لحقاش في راكم عارفين الكونتوني ديال لاشين ديالي ماشي غير مواضيع وصافي، يعني المواضيع يعني الكونتوني ديال القناه ديالي هي الهجره الى كندا والحياه في كندا بصفه عامه. يعني غتلقاو فيها معلومات على اللويي، معلومات على الخدمه، معلومات على فرص الشغل اللي متوفرين هنايا بكثره، كيفاش عامل القطاع الصحي، كيفاش عامل يعني المواضيع على لي زامبو هنايا في كندا، كل شيء غادي تلقاوه في القناه ديالي. المهم خوتي دابا غادي نحاولوا نخرجوا من هاد الغابه هادي، وغادي نصور لكم الكارتي اللي حدا هاد الغابه هادي وتشوفوا كيفاش داير. واحد الكارتي اللي كالم وواعر بزاف 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 بزاف، والصراحه اي واحد يتمنى يعيش في شي بلاصه بحال هادي. الصراحه كيف ما كتشوفوا يعني البلاد تبدلات بزاف، فرق كبير ما بين فاش كنت كنصور لكم في ايامات كان الثلج والبرد، ودابا قضيه دايره سبحان الله يعني بحال قلتي بحال شي جنه في هذه البلاد هذه في هذه الوقيته هذه. يعني الحال ولا سخون، الحال يعني الجو ولا واعر بزاف. سبحان الله بحال قلتي بحال البلاد تبدلات، بحال قلتي مشينا من بلاد لبلاد وحده اخرى، بحال بدلنا البلاد كامله. هما كيف ما كتشوف اخوتي يعني لي كوبل يكوب الغادين ترونكيل، ما كاين اللي يوقف عليهم، ما كاين اللي اديهم ولا حتى شي حاجه. خوتي من الاحسن نقلب لكم الكاميرا وغتشوفوا معي الاجواء كيفاش دايره. فوالا خوتي انتم كيف ما كتشوفوا يعني غابه ديال بصح، يعني كتم غادي ما عندك مناش تخاف، يعني واحد الامان لواحد الدرجه خوتي ما تصوروش. يعني واخا نوصف لكم قد ما نوصف ما غاديش تحسوا بهذا الامان حتى تجيو يعني بنفسكم لهاد البلاد هادي وتعيشوا فيها وتعرفوا قداش يعني الامان كاين في هاد البلاد هادي بزاف والله خوتي الا بزاف. انا شخصيا في المغرب بعدا تخاف تمشي في شي غابه بحال ما هكا مهجوره شي غابه، شوف الكثافه ديال الشجر كيفاش داير، وتم غادي بوحدك وشاد الكاميرا ديالك وكتصور وما خايفش. واو 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 على ديكور لتحت. هانتوما خوتي نوريكم واحد الديكور اللي واعر بزاف. هما الناس جالسين تما في الطبيعة، الناس كيجيو يعني اون فامي. راهو تما كاين واحد الواد لتحت،
ها انتما اخوتي واحد الديكور كيداير تما كاين الواد، هذا هو الواد ديال غيفيير دي بريري اخوتي، واحد الواد كبير بزاف. تما كاين البنات كيلعبوا السبور. ها انتما اخوتي هما الناس بالدراجات ديالهم بالسبور. هنا ما كاين لا سيارات، ما كاين لا تلوث، ما كاين لا والو، غير اجي وتريني. يعني بالنسبه للناس اللي هما ما عندهمش مع لاصال وداك الشيء، غراتوي داك الشيء ديال الله. كتجي هنايا كتريني، كل شيء ديال الله، كل شيء غراتوي. يعني ها انتما كيف ما كتشوفوا اخوتي، واو واو واو، زعما ايه الناس كلشي مبتسم، كلشي كيضحك لك في وجهك، هادي ابتسامة في وجه اخيك صداقة. يعني من نهار جيت حتى لدابا ما عمري شفت شي واحد يعني مغوبش في وجهك ولا شي واحد سبحان الله، كلشي مبتسم، كلشي فرحان، كلشي نشيط. بيان سيغ لحقاش هنا في هاد البلاد كاين العيش الكريم، وفي اي بلاد اللي كتلقى فيها الادمية ديالك، كتلقى فيها الحقوق ديالك، كتلقى فيها العيش الكريم، بيان سيغ كتكون دائما سعيد، دائما فرحان، دائما الابتسامة في وجهك سبحان الله. نوريكم الواد عن قرب. ها انتم اخوتي واحد القضيه كتشوفوا من الجهه اخرى، كاين الممر ديال اصحاب الدراجات الهوائيه، راهم كيراسمين لهم الطريق ديالهم، وهنا ممر ديال الراجلين. كل حاجه منظمه، كل حاجه في بلاصتها، ما كاينش الايرور. يعني هنايا مستحيل تلقى الايرور في شي بلاصه، ما كاينش العشوائيه. هذه هي البلاصه ديال رمضان، هذه هي ان شاء الله. ان شاء الله خوتي غادي قبل ما يسالي رمضان غنجي ندير شي فطور هنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه البلاصه. هذه تما بعيده على الترونسبور، بعيده على التلوث، بعيده على كل شيء، جات معزوله بوحدها. غنديكم اخوتي لواحد القنطره الا لقيتها، المهم عارفه كاين هنايا، غنمشيو لهذيك الساعه ونوريكم الديكور تما كيفاش داير، وتكتشفوا معايا الحياه في كندا كيفاش دايره والاجواء. شوفوا هذا المكان، هذا شحال كبير. اي فوالا جو بونس كو هي هادي، راه كاين البلاصه تما لهيها فين كدير الدراجه ديالك الا بغيتي ديرها، يعني فين تربط الدراجه ديالك وداك الشيء. تما كاين الكراسه فين ترتاح الا بغيتي تجلس. ها لي كوغي راهو واه خوتي، هي هادي القنطره اللي قلت لكم، هي هادي. راه كاين
دابا خوتي بيني وبينكم، واش المكان هذا ولا هذا المنتزه هذا ما يفتحش لكم الشهيه على السبور؟ يعني واخا تكون ماشي غير فيك العكز، واخا تكون ميت فاش تشوف بحال الطبيعه هادي وبحال الاجواء هادي وبحال المناظر الخلابه هادي، بزز منك غتجيك واحد لينيرجي، واحد يعني بزز منك غادي تنوض دير سبور. ميمكنش ميمكنش امبوسيبل. ها انتوما خوتي على ديكور. يونس دابا حنا في لافال، صافي قطعنا لافال دابا حنايا خوتي. كاينه واحد المدينه اخرى ما محسوباش على موريال، الا مشيتي ليها خصك يعني ترونسبور ديالها بوحدو، يعني لاكارت ديال البيوس اللي كتركب فيها في موريال ما عندكش الحق تركب فيها تما، يعني خاصك تخلص سينو، يعني ديك لاكارت ديال البيوس اللي كتخلص كتخلصها بواحد الثمن اللي هو زايد بيناتهم قنطره، هي هادي كتقطع الواد بحال هي. كاينه مدينه لافال وهي كاينه موريال، وفوقيتي ديال الثلج اخوتي هذا الواد هذا كامل تيكون مجمد. دابا جو بونس كو حنا دابا قطعنا الواد الو، حنايا على ما اظن احنا ما بقيناش في موريال، حنا دابا في لافال. هادشي اللي كنظن، لحقاش موريال ولافال كيفرقهم الواد. الصراحه اخوتي اول مره كنجي لهاد البلاصه هادي، ودابا نتوما كتكتشفوها معايا، يعني شي كامل يلا اول مره كنشوفو، وكذلك حتى نتوما دابا نتوما كتكتشفوا معايا هاد البلاصه هادي. فوالا خوتي جو بونس بلي خاصنا نقطعوا هذا الواد هذا، راه هي ديك الدور اللي تيبان، وهذوك ماشي في موريال، هذيك لافال، مدينه لافال. يعني مدينه لافال يعني عندها قوانين ديالها بوحدها، عندها بزاف ديال الحوايج مختلفين على موريال. راه هي مدينه لافال كتفصل بيناتهم قنطره، راه ما خوتي ديك الدور اللي كتشوفوا ليها لافال. نتمنى اخوتي من القلب الخالص انكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفلوغ هذا، اللي الصراحه كانوا فيه بزاف ديال الحوايج زوينين. شفتوا معايا المارشي اوبيس اللي فيه يعني مارشي اوبيس اللي داير بحال كانك في المغرب، بحال قلتي مثلا في السويقه ديال الرباط، ولا في ولا في كاسيوخو في تطوان، ولا في المهم بحال دوك القيصريات الكبار اللي عندنا في المغرب كيتباع فيهم الحوايج ممكن تشطر فيهم، كذلك تماما بحال ما هكاك. المهم رجعوا بانت لي بان القضيه دايره الدوره من لهي، ما بغيناش نبعدوا علينا الطريق بزاف، فرجعوا بحالنا. واش اخوتي دابا ديال بصح وصلنا لافان ديال الفيديو،
ونتمنى هاد الجوله هذه ولا هاد الفلوق هذا وهاد الاوقات تكونوا دوزتوها معايا بخير وعلى خير. ونتمنى لكم كاملين اي واحد عنده شي حلم باغي يجي لهاد البلاد هذه الله يحقو ليه. غير الانسان تخصو الصبر والخدمه الخدمه 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 الخدمه، ما كاينش شي حاجه كتجي بالسهل. اي حاجه ولا اي حلم بغيتي توصل ليه خاصك تخدم عليه وخاصك تضرب عليه تماره. المهم اخوتي كيف ما شفتوا هذا البارك هذا وهذا المنتزه هذا اللي هو واعر بزاف كما تشوفوا، كبير كبير مستحيل انك تكملو على رجليك بوحدك. المهم اخوتي حتى هنا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم والسلام عليكم. خليكم مع المناظر.